النبي صلى الله عليه وسلم says whoever prays with the imam until he is completely done, you will walk out of the masjid with a complete reward from Allah تبارك وتعالى. But to pray with us and pray with a second jama'ah, this is not part of the sunnah. فالقيام والتراويح والتهجد كلها أسماء لعبادة وهو القيام بين يدي الله تبارك وتعالى في الليل. وقيام الليل يبدأ من وقت العشاء، وقت صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر، قبل أن يدخل وقت الفجر الصادق. والمسلم يمكنه أن يقوم في أول الليل، فسماه العلماء لمن قام في أول الليل سماه التراويح، وسميت التراويح بالتراويح لأن الأوائل كانوا يصلون أربعا ثم أربعا، فكانوا يطيلون الأربع ثم يجلسون بين الثنتين يرتاحون يستريحون قليلا، لذلك سميت التراويح. ومن قام في منتصف الليل سمي عندهم قياما، ومن صلى في الثلث الأخير من الليل سمي ذلك عندهم بالتهجد. فلكم أن تختاروا إن شاء الله تعالى. Whoever wants to pray with us, just remain. Who wants to leave, it is not a big deal. You can leave and come back إن شاء الله تعالى and pray with the second jama'ah. استقيموا واعتدلوا استووا تراصوا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كيف أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلن
إنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.